سيداتي آنساتي سادتي أحمد شوبير يحييكم من استاد القاهرة الدولي ومباراة في الأسبوع رقم 23 في الدوري الممتاز، مباراة تجمع ما بين الزمالك والمقاصة. لجنة الحكام النهاردة اختارت الحكم الصاعد حمادة عين العقل لإدارة هذا اللقاء، مباراة في غاية الأهمية لأنه الزمالك بيحاول يلحق بقطار المنافسة مع النادي الأهلي غريمه وتقليدي. بهزر معاكم، فك اليوم كده، مش عايزين توتر خالص في النادي النهارده يا جماعه، كاننا جايين عيد ميلاد، انا مسكني صفاره، مفيش اهيف من كده، خلاص؟ يلا انت خد الارض وانت خد الكوره، اليوم هيمشي فله. ايه اللي جاب الحكم ده هنا؟ ده مفيش ماتش بيحكمه غير لما يبوظه. مجيلكش حاجه وحشه، شكرا الله سعيد. اتمنى ان شاء الله مباراه طيبه لكلا الفريقين. فانتوا تراضوا بينكم وبين بعض، اوصلوا القرار وبلغوني يا صفر. ده يا كابتن زار يا كابتن زار يا كابتن، عمره ما كان عنده شخصيه. بص انا اديك خضار، ما شفتش حاجه كمله لعب. يلا الحقيقه كده بوضوح، الحكم ده ضعيف الشخصيه جدا، متوتر مهزوز، واعتقد انه خطا كبير جدا من لجنه الحكام ان يدوا لحماده عين العقل هذا اللقاء، لقاء كبير بين الزمالك العظيم. زون حكم غريب جدا حماده عين. يا كابتن وادي كوره واضحه جدا، ضرب من غير كوره، وفعلا برافو على الحكم حماده عين العقل، رايح بيطلع الكارت الاحمر. ضربه جدا، بيبص على المدرجات. ايه ده؟ ده رجع في كلامه في الكارت الاحمر. ما خلاص شاف انها تحتاج كارت اصفر، بيطلع كارت. ده لغى كمان الكارت الاصفر، ده كمان بيعمل اسقاط. اسقاط بما يرضي الله. يلا العب العب يلا احسن. ايه ده يا كابتن؟ حرام والله. بقول لك ايه لو سمحت، هو مين ومين؟ مين ومين؟ اتفرج يا عم اتفرج. تعد تعد يا جماعه، ما انتوا بني ادمين. لا 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 لا، لجنة حكام ده احنا هنقيل لجنة الحكام عشان خاطر الحكم ده يا جماعة مختل عقلان، ما عندوش فكرة من الآخر. بالله عليكم لو حد فيكم شافه في الشارع لو سمحتوا، يعني هعمل فيه أظن هيقلع اللي في رجله وبلاش أكمل. هو فين شوبير ده بقى؟ جارة. انت مين يالا؟ ايه يا كابتن؟ ما فيهاش حاجه يا كابتن. يالا انت ده الحكم وصل، ده الباشا واخد كوبايه شاي يا جماعه. باشا بيشرب شاي في الملعب. طب بيشرب شاي؟ نسمع بعض نسمع بعض. انا اسف كنت بجيب شاي، انا مصدع جدا، فانا اسف ما شفتش الكوره. من راحه بقى. والله العظيم الواد حماده ده واد زي الفل، بس هو محتاج قرصه صغيره بس كده، ولا احنا عشان غلابه يعني؟ اللي زي حماده ده لازم يتحاكم ويتسجن. ضرب الجزاء يا كابتن. ضرب الجزاء على الزمالك يا كابتن. والله يا كابتن انا هوريك بقى مين اللي هيتسجن. ما ينفعش ترجع فيها. ما شفتها يا كابتن. انا ما شفتهاش. طب وضمير؟ طب والمستشار؟ هنروح في داهيه يا كابتن. انا شفتها. سيب يا ابني الحشيش ده بتاع الكابتن شوبير. انت الحشيش ايه؟ اطلع تودينا بتاع احنا على الهوا. امشي امشي على الهوا. وانا هسيبك. متشاطر وبيصد الحارس يا سعد. يا سلام. مهزلة 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 تحكيمية، مهزلة تحكيمية. بص بقى جمهور الزمالك من الاخر، والله الحكم ده ساكن في اول شارع فيصل. ايه ده انت هتقول عنوانه كمان؟ هتقول عنوانه؟ تقول عنوانه ليه؟ ليه؟ انت انا المايك يا ولد عهده. الله يخرب بيتك.